وعندنا ضيف كتير مهم وكتير محظوظ ونحن كتير بنحبه. كلنا بدنا نزقف بيه، هيك كلنا نزقف بيوتنا لماهر الجمال. ماهر وينو ماهر؟ إيش عم بيرقص؟ ماهر لأنه إذا ما إيش عم بيرقص ما بدي. ماهر أهلا وسهلا فيك ماهر. هوفن تكون معنا حاطط الفيديو. ما بعرف إذا سامعيني. نحن سمعيناك الفيديو كيبسو أونلاين. الكبسو عم بكبسو، بس الكبسة اللي أنا عم بكبس فيها غير الكبسة اللي لازم تنكبس فيها، بس عم رجع كبس وشوف الكبسة اللي كبستها إذا هي نفس الكبسة اللي عم تنكبس فيها بالكبسة، بس عم كبس كذا كبسة بنفس التكبيس وما عم بكبس معي. بعتقد عم تفهموا شو قصدنا بماهر الجمل وناترينه بس يكون معنا لايف. Guys, if you can just let us know that his life, you can see his pictures because we cannot, so I'm not really sure. And Scott, please join us and Haley for any comments. هذا وقت كتير، هذا وقت كتير مهم. نحن ناطرين لحتى نصلح العطل التقني. هل عم بتصوتوا؟ هل سكوت بده ياكل خسة؟ هل يوسف بده يعمل 100 بوش اب؟ ماهر صار على الصوت، بليز صوتوا، بليز اسألوا أسئلة، إذا في ورك اوت جديدة، إذا في شيء بدكم تسألوا عدنان، إذا في أي هيلث تيب، أي ريسيبي تيب بدكم تسألوا تريفينا، كمان الكومنتس موجودين، نحن هون بخدمتكم. ماهر جمال أهلا وسهلا فيك. هلو، هاي، ثانك يو فور هوستينج مي على واي اف سي لايف. And it's your first واي اف سي لايف، مش هيك؟ هيك فهمت؟ 100%. So being in your first واي اف سي لايف، this is an honor. Thank you very much. شيء كثير مهم. الشرف لقلنا ماهر. أنا بعرفك من وقت اللي أنا كنت يوث بالواي اف سي. كنت يوث؟ وقت اللي كنت يوث بالواي اف سي أنا بعرفك أنت كنت ليدر، فبعتقد في جيل بكامله بيعرفك. ليلي ما بيعرفك، فيك تعرف شوي عن حالك، مين أنت، شو أنت، كيف أنت؟ جيد. اسمي ماهر الجمال. هلأ حاليا أنا ماني بلبنان، أنا بقطر، بس I have been a YFC volunteer staff for almost 18 years, وبعدني I'm very in contact with YFC. So I have been build camps, choirs, clubs, events, been there, done that, been everywhere, and it was the best time in all lifetime, إذا فيني أقول، لأنه ما في أحلى من إنه نكون together a youth for Christ. So we've done a lot of fun things together. وما بعرف هلا at this age how many people know me, بس I am sure الصغار بالعمر مثل إلي ومثل يوسف they know me. Yes. حبيت عم بقول عن نزيف سمعته لي هاي. أنا لاحظت على فكرة، ما كان بدي نقد سام أو شيء شغلة، لأنه نحن لايف وكلنا بنحب بعض. Yeah. بس طيب خلينا، كتير مهم نحكي عن healthy bodies، كثير مهم نحكي عن healthy schedules. بعتقد أهم من هيك يمكن العقلية تبعنا، المايندسيت تبعنا والهارت بوستشر تبعنا. فأول شيء ماهر، نحن كلنا يعني بعتقد our greater audience بلبنان، شو رأيك in general باللي عم نعيشه ك global populace وبالميدل ايست عن الكورونا و dealing with panic وهالأشياء اللي عم تصير؟ Like it's very interesting لأنه القصة ما لها علاقة بس بلبنان. So this is one of the very rare things اللي بتصير اللي it is all over the world. And this proves إنه ال divisions of countries and the division of everything بطل إلى limit معين. And God, who is the sovereign God يلي موجود all over the globe, is one God who is in control of all over the globe. فالشي اللي عم بيصير هلا seriously it's something very rare. وخليني أقول it is surprising إنه يصير بهذا الوقت كله مع بعض. بس it is not that كتير surprising لأنه بالنهاية الرب بيقول بكتاب المقدس إنه نحن عم نعيش بخيمة جسدنا، الخيمة الأرضية. يعني بعدين بيقول يسوع أنا أذهب لأعد لكم منازل. يعني المنزل القوي موجود بالسماء والأرض فيها جسد، فيها ضعيف، فيها إشياء ضعيفة موجودة. So المايند هون اللي بيلعب دور. أنا بحكي كتير ها، بس خلوني أحكي كتير، أعطوني إشارة هيك فوق، قلوا لي كات مع البوز، وقفت تسألوني السؤال التالي. اتفقنا إلي يوسف؟ Yeah. Okay. Good. So المايند بيلعب علينا
وبيخلينا نفكر انه why is this happening وليش وما ليش ومدري شو. If you think of it, it is very normal. And we live in a non-perfect world, a world which is not perfect. ولما نعيش بحياة not perfect, it's very normal يكون في fight, very normal يكون في pandemics, very normal يكون في weakness ويكون في sickness. قديش منتقبلها, this gives our maturity. Actually, ما منتقبلها, ذات maturity. عملت حركة شيء اللي يشفتك عم تعمل هيك. عم بتحرك yes. لأنه بدي استوقفك في شيء كومنت قلته. أنت عم تحكي عن world مكسور, عالم مكسور, لأنه عم نشوف بما أنه هلأ كلنا على السوشيال ميديا عم نشوف كتير ناس عم يعطوا أفكار, وفي كتير فكر عم بيقول تتخيل أنه هيدا من مين بدها تكون, بدها تكون من الله. في ناس عم بيقولوا أنه هيدا ما العالم أصلاً مكسور والله وين. So is this a world issue? Is this a people issue? Is this a God issue? خليني اذكركم ب very small story in the Bible. يسوع بيكون قاعد مع التلاميذ وبيقول لهم هات نروح على الطرف الثاني من البحيره. So بيركبوا ب a boat and they go to the other side. And in Mark 4 بيقول صار في عاصفه. I think you know the story. وبس يصير في storm بيقول Jesus was sleeping in the stern, كان نايم بمؤخره المركب on a cushion. وبعدين تلاميذه بيفيقوا لانه the storm was very big, وبيقولوا له يسوع اما يهمك اننا نهلك, don't you care that we're about to drown. يعني فتخيلوا معي, we are in the same situation more or less. انا فكرت بنفس القصه. So we are in this situation, people are thinking God does not care. So if the storm is from God and God is in control, he does not really care انه نحن راح نغرق. If the virus corona is from God, God is in control, yani God does not care. So this gives me a simple resemblance. But let me clarify. Yusuf, بدك تحكي شيء. ايه بس لانه عم بتقول انه الله cares والاشياء. شو في اشياء هيك عملية انا بقدر احس انه الله cares وعن جد بقدر يعني احس بوجوده, خصوصا لانه هلا كل شيء صعب, منا يعني منا مرحلة هينة. فشو okay. هيك اشياء بتنطبق بحياتنا, اشياء بسيطه بتفرجيني انه عن جد الله موجود. اوكي في فيرس كثير بحبها ب 2 كورنثيانس 10:5. 2 كورنثيانس 10:5 بتقول مستأسرين كل فكر لطاعه المسيح, take every thought captive to God, to Jesus. شو معناتها؟ مثل ما انا بيجيني فكره بدي بلش حطها in comparison مع God's word. شو بيقول God's word with compared to this فكرة, وبلش أعرف إذا هالفكرة صح أو لا. وcaptive, it gives a resemblance of war, لأنه الناس بتاخد ال war captive people بياخدون للجيش. So بس جواب على سؤالك, it's very easy. We need to take this and put it captive. So لما أنا أقول أنا فشلان, for example, أنا حاسس إني فشلان, I'm not able to do diet, وأنا بحس بالفشل, for example. أنا كنا عم نحكي عن الدايت قبل شوي. في أي بيخدها هالفكرة بحطها كابتف قدام كلمة الرب اللي بتقول لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. So God did not give us this فشل. So when I take this word بحطها بعرف. So coming back to your question, كيف بدي أعرف أنه الله بيهتم؟ لما الله بيقول لا تسقط شعرة من رأسكم بدون ما هو يعرف, بحطها in comparison مع كلمته, بعرف أنه he cares. لما الرب بيقول بمزمور 139 انه نسجنا في بطن امنا, يعني من نحن بالرحم, من نحن قبل ما نولد, he knows about us. لما الرب بيقول بافسوس ابارككم بكل بركه روحيه في السماوات, يعني اوريدي اعطانا البركات. فلما اجوا قالوا ليه ما عم تباركني, ليه ما بتحبني, ليه ما ليه ما لا. I take this, I put it captive بكلمه الله, and I understand he cares. I understand ما اعطاني فشل, I understand ما اعطاني unworthiness, I understand ما عطاني feeling sick. I understand كل هالnegative thoughts are not from God. So ما بعرف إذا جاوبت سؤالك أو حكيت كتير بدون ما جاوب سؤالك. لا ميني جاوبت, يعني مثل ما فهمت منك إنه هذا الشيء بيرجع لي أنا السبب ليش ما عم بحس. يعني الله أوريدي أعطانا هالأشياء كله ونفرجين, بس أنا يا ساعتها أنا اللي عامل البلوك. يمكن خليني أقول أنا, وخليني أقول الشيطان, لأنه إبليس الشيطان شاطر إنه play with our mind. فنحن what we have to do is take this thought and put it captive. ومن أرنا بكلمة الله مش بنحن شو منفكر. وحبيت وقتها كان عم يحكي نادين عم بيقول له إلي you have six packs
بس مش مبينين شوي هلا. So it's all about صح يعني أنا شفتهم كمان six packs حلوين. So it's all about our thought. If we feel this is compared مع الفاكت مش مع feeling بس. Let me هيك كبلكم فكرة صغيرة في great difference between the three F's. مشكلتنا من خلبة F's واللي هي fact, feeling and faith. There is a fact بيحطوا الله يلي لازم يكون الأساس. There is faith that comes over this fact and there is the feeling that comes at the last. So مش لأنه أنا زعلان وزهقان معناتها God does not care. ومش لأنه أنا مرضت معناتها God does not care. It is very normal in this world. يكون في viruses, يكون في bacteria, يكون في all of those. And the human beings نزعوا what God has given them from day one. وبلشت هالأمور تصير. So it is part of what we did to the nature. I think كتير مهم إذا بدي أخذ general points قبل ما ننتقل للنكست فيز. الفيلينج يعني إذا نحن عم نحضر الأخبار, إذا كل الوقت عم نشوف إنه هاي الكورونا عم تهلكنا, إمتى حتفتح المدارس, طيب ما كنا حنتخرج هالسنة وهلأ شو حيصير فينا, كل هدول الأشياء براسنا. هدول it doesn't mean they're right, it doesn't mean الله حطهم هونيك. God is still in control. نحن علينا نتلقط بالتروث تبعه. Very true. خليني أرجع أكد على 3 F's. There is the fact, الموجود بالبايبل. There is the faith built on this fact, and there is the feeling that comes at the last. ما خلي الفيلينج يأخذني ويجيبني ويخليني أحس بهالإحساس اللي عندي. ماهر, في شغلة نحن عم نحكي, أكيد في people حاطين they are followers of Jesus. في people they are not followers of Jesus. في people in both those camps. عم يتطلعوا مش عارفين كيف بدي حد ثقتي بالله, فارت الدنيا حوالي, وين صار وين راح. I think it's very human to ask that question. نحن ما بنشوف البيج بيكتشر, هو بيشوف البيج بيكتشر. So what can you say, انت شو فيك تقول لشخص يمكن هلا عم يسأل سؤال وينه او مش قادر حد ثقتي فيه؟ What is something you can tell them? Okay, good. But Dr. Trickley, but let me know the last 2 minutes. I need to wrap all of these things with a small story. But let me first clarify. It's all about what we believe in. Who is God? بالنسبه لك, is a God is the omnipotent, يعني all كلي القدرة, omnipresent, موجود وين مكان. بيسألوني أسئلة مثلاً, where is God? بهالحالة اللي نحن فيها, طب where is God? إذا مزبوط you believe أنه he is omnipresent, ما فيك تسأل هالسؤال لأنه هو موجود وين مكان. أنت ما عم تشوفه مش معناته أنه موجود. So it's all about هالثقة اللي أنت عم تحكي عنها. الثقة اللي بدك تحطها, you need to get back to know the character of God. Who is God بالنسبة لإلك? And probably now is the best time. ليه? لأنه عم نمرق بمرحلة, we have time. So you have time to study. So ما راح أعطيك كل الأجوبة. عم بقول لك there is a Bible. If you don't have Bible at home, I'm sure you have it on an app or on your phone or something that you can go and read and get something. So now, مصيبة. تعرف شو مصيبة؟ شباب تعرف شو اللي مصيبة؟ Then you cannot use the excuse I don't have time anymore. كل اللي كنا نعمله مع الشبيبة بالزمانات ونسألهم أسئلة ويقولون I don't have time to read the Bible. I don't have time to check this question. I don't have time. Now, when God will come and ask us the question, ما فيني أقول لهم بالكارنتين تايم عدد 24 يوم و 10 ساعات مثل ما صار مع تريفينا, I cannot say ما كان عندي وقت. This is a very serious point, guys. اللي عم يسمع. Very serious. Sorry. هيلا كتير يمكن أنا بحيت. أنت يمكن سمع مني حتى مرات إنه ما I don't have time. كتير بنقوله وكتير نقطع فيها عن جد. Everybody says it. أنا بقوله. It's very normal. لأنه اللي صار هلا شلنا من الروتين تبع حياتنا. So we are now living in a totally different routine life. فإذا أنا بدي أرجع ما عم جاوب سؤالي إلي, يمكن إلي سؤالك بعدني ما جاوبته, بس all what I'm saying is now is the best time to go dig up the answer from the sources اللي عندي هون, and the source is the fact اللي هو the Bible. بعتقد أقل شيء فينا ناخده, بعتقد جاوبته للسؤال هلأ, نحن كمان محصولين بالوقت. بعتقد أكتر جواب فينا ناخده إنه
هلا مزروبين بالبيت. try the Bible. افتح الكتاب المقدس وقرا شوف التروث. انا I think انه اذا نحن objective, اذا نحن بدنا نشوف هل في حقيقة بالعالم, هلا عندنا الوقت حتى نعمل investigation. اذا ولا مره قرا الكتاب المقدس او اذا قريه ومش مستوعبه, ما كلنا قاعدين بالبيت, كلنا مزروبين. القائد اللي بتعرفه كمان قاعد بالبيت مزروب. كلنا سوا. بعتقد هلا صار الوقت. I think هيدا المين ثوت. اسأل عن الله بالكتاب المقدس, اسأل ليدر تبعك, فتش على حدا بتوثق فيه. ماهر انا بدي اشكرك. Our time is up. We did 2 minutes to end up with 2 minutes. Can I have 2 minutes? You have two minutes. Let's do two Thank minutes. Thank you, Habibi. Just wanted to end up with a story. It's very important. الحالة اللي نحن عم نمرق فيها ذكرتني, ونحن we're coming up toward Easter. ذكرتني بي Jesus was there on Friday. He died on a Friday and he rose up on a Sunday. وهلا نحن we're going to celebrate that. بين Friday وبين Saturday, there was a gap. Then Friday and Sunday, sorry, there was a gap. And that gap was, what shall we doing? It's uncertainty. وذكرتني كتير بالحالة اللي نحن قاعدين فيها, ومثل ما قالت ريفينا, ما بعرف بعد قديش. Is it 1 day, 2 days? Is it 10 days? Is it ما بعرف شو. So فيها الحالة uncertainty. بهالحالة uncertainty, بأيامات يسوع, في 4 categories of people. في بطرس, كان نكر المسيح. And he lost hope, إنه أنا نكرت المسيح, والمسيح هلأ زعلان مني. في يهوذا, كان سلم المسيح وحس كمان قلتي انه سلم المسيح. في الكهنه بهداك الوقت ريليجنز, وبلشوا يروحوا ويعملوا الريليجنز, وكانوا عم بيعملوا الحياه اللي يرددوا الصلاه اللي كانوا بيعرفوها, لانه فكرين حالهم ذا ريليجيوس بيبل. وكان في الناس اللي ما حسوا بشيء. So the question is, which type of person are you? اذا انت يهوذا, the difficult thing about يهوذا انه فقد الامل. لو اجى لعند الرب يسوع كان سامحه, بس لانه حس حاله it's a dead end راح انتحر. The religious people فكروا حالهم انه they are religious ورجعوا ليصلوا الصلوات اللي بيعرفوها, كمان they went out. والناس اللي ما عارفين شو عم بيصير they were not out. The only guy يلي رجع لعند الرب يسوع, الرب باركه وقال له انت بطرس الذي ابني كنيستي عليها, هو بطرس مع انه كان غلطان, بس he repented and came back to Jesus. لما طلع يسوع وآمن هالأحد قال له بطرس أنت ابني أنا أحبك أرعى خرافي. So my point is لنحن فترة الـ uncertainty, to make it as short as possible, this is the uncertainty time. Irrespective of who you are, you can always come back to Jesus, repent and say, Lord, I want to come back. I want you زبط لي هالروتين اللي كان عندي اللي ما كان ظابط وما بعرف كيف. And I know to dig up more وما بدي أقول ما عندي وقت. I want to know you more. Now is the time to do that. Maher, I can do this for hours, honestly, talk with you about this stuff. Thank you, Tila, and no kintmana.